طيب كمل معايا مع ابطال جريد 3 يا عبد الرحمن، واستاذنك بص معايا هنا عشان تبقى شاطر. وكابسول 8 الفريندز يا مستر، الاصدقاء في نوعين، ممكن اصدقاء تكون جود وممكن اصدقاء تكون باد. كلمه جود معناها صديق جيد، اما باد فمعناها صديق سيء، والنوع اللي زي ده ما لناش دعوه بيه خالص، مش عايزين يكون زيه. طيب النهارده انا جاي اديلك شويه نصايح عشان تكون جود فريند، تكون صديق جيد. ازاي؟ بص معايا هنا اهو استاذنك، وبص وركز معايا هنا. اولا يا عبد الرحمن عشان تكون صديق جيد، اياد بيقول لك never make fun of your friends، يعني ما تقعدش كل شويه تتريق على صديقك علشان هو ممكن يكون يزعل. it's not kind to laugh at people، يعني ايه؟ يعني مش من الحاجه الكويسه ان انت تضحك على الناس، دي حاجه ايه؟ وحشه. ايه كمان؟ never tell your friends secrets to other people، يعني اياد صاحبي، اياد صاحبي مديني سر او قايل لي على سر معين، ما يجيش تاني يوم يلاقي المدرسه كلها عارفه السر ده. انت مركز يا عبد الرحمن؟ طيب number 3 never spread rumors about your friends، ما تقعدش تنشر اشاعات على صاحبك وتيجي تألف عليه قصص وحاجات وهو ما قالهاش وانا ما عملهاش. number 4 never pressure your friend to do something he or she doesn't want to do، يعني ايه؟ يعني ما تضغطش على صاحبك عشان يعمل حاجه. يعني يا عبد الرحمن انا ماليش مزاج امشي معاك المشوار ده او اروح معاك الحفله دي او الرحله دي، ما تقعدش كل شويه انا مش هكلمك لو ما رحتش، انا مش عارف ايه، لا انت كده بتضغط عليا. طيب ايه كمان بقى؟ انت دي حاجات ما تعملهاش. طب الحاجات اللي انا لازم اعملها هنا اهو، هقول له we او I should، انا يجب listen او you should، you should listen to your friend's ideas، يعني ايه؟ يعني ما تقعدش تقطع صاحبك واسمعه هو بيتكلم عادي. support your friend يعني ساند صاحبك في اي حاجه، عنده مثلا امتحان، عنده مثلا مسابقه، عنده مثلا امتحان في حاجه، جاري اي ماتش سنده. If you make your friend sad, it's good to apologize. يعني لو انت خليت صاحبك زعلان، من الجيد ومن المفيد ان انت تعتذر له، تقول له معلش حقك عليا. Saying sorry is important. اللي انت تيجي تقول لحد انا اسف، ده حاجه مهمه جدا. طيب have fun together، ان انت تستمتعوا مع بعض، ممكن تجيبوا مثلا موز، تجيبوا سوداني، تسهروا مع بعض، تلعبوا مع بعض، بعد طبعا ما تخلص شغلك ومذاكرتك. ده كده بالنسبه للقواعد. يبقى لو انا جيت قلت لك اكتب باراجراف يا عبد الرحمن، هتيجي تقول لي يو شود، يو شود ايه؟ نيفر، هنا بقى خليها وي شود، يو شود نيفر ميك فان، يو شود نيفر تيل، يو شود نيفر سبريد، يو شود نيفر بريجر. هنا يو شود لسن سبورت، هنا هو سي سوري، يو شود هاف فان. ده كده بالنسبه لقاعده ازاي تكون صديق جيد أو good friend.